هذه القضية. للأسرات ألف تحية. نحن في وزارة الأسرة هنا اليوم واقفون لدعم وإسناد أسرانا في سجون الاحتلال وخاصة أسيراتنا، ونحن على أعتاب شهر مارس، شهر المرأة، يصادف 8 مارس يوم المرأة العالمي. يقبع الآن في سجون الاحتلال 29 أسيرة يعانون من ظروف اعتقالية وظروف حياتية صعبة، لا ترقى ولا تراعي خصوصيتهن واحتياجاتهن التي يحتاجونها داخل السجون. وصلاة وسلاما أكملين أتمين على آله وصحبه. لابد أن يقف الجميع وقفة رجل واحد، وأن يكون كل الآراء مصوبة من أجل الدفاع عن حق هذه الأسيرة وحق الأسير. كيف لا، ونحن نرى منذ تولي حكومة نتنياهو وبن غفير الحكومة الصهيونية اشتداد الهجمة الشرسة من هذه الحكومة الفاشية، فلا بد أن يقف كل إنسان مسؤول مواطن عند حدود مسؤولياته من أجل هذه القضية القومية، من أجل هذه القضية العاجلة. منذ وصول الأسيرات إلى مراكز التحقيق حيث تمارس بحقهن كافة أساليب التحقيق، سواء كانت النفسية منها أو الجسدية كالضرب والحرمان من النوم.